كيف اولا كنبغي نشكر الزملاء ديالي اللي كي لهذا النيفو هذا اللي كيلعبوا فيه في هذه المباريات الاخيره. انا ان شاء الله عازمين هذا العام ان شاء الله باش نحققوا الالقاب ديال الثلاثه ان شاء الله اللي عندنا وباش نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله ويكون الخير. ما جي بيدرو استعدادات ديالنا غتكون كجميع المباريات ان شاء الله. حنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه في عندهم في انغولا اللي غتخلينا باش نلعبوا بارتياحيه ان شاء الله عندنا هنايا. وان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله باش نفوزوا بالعصبه ان شاء الله هذا العام ان شاء الله. كيف ما قلت باقي ما عرفناش النتيجه ديالها، ما نتمنوا ان شاء الله ما يكون عنده والو، محتاجين ومحتاجين جميع اللعابه اللي عندنا الجروب ان شاء الله هذا العام، هذا محتاجين كل شيء وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. حتى شي حاجه ما بعدنا منها فتوز جواب، فكيف شفتي المباريات الاخرين كل شيء انهزم وكل شيء تعادل، فالحمد لله احنا لعبنا مع فريق اللي هو متماسك، فاللعابه كانوا الند للند مع الناس، فالحمد لله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في قابل الدورات ان شاء الله. دي سيتي بو ماتش فاسيل لي 3 بوين تي امبورطون بور نو اي بور لو مورال اوسي بور لو بروشان ماتش كو فينير اي ان توكا كوم جي دي ميرسي فريمون ا نوت بوبليك اي جو سوي تري فيير دافوار سي كوكيبي باسكو اون اي مينون كوم اون فامي اون اي سودي malgré les circonstances parfois quand c'est difficile et voilà c'est ça qui fait la grande équipe aussi. C'est un plan qu'on travaille tous ensemble, c'est le plan du coach et nous tous en ensemble donc ça veut dire quel que soit celui qui va rentrer ou pas il connaît ce qu'il doit faire donc c'est ça notre force ensemble. Merci beaucoup et bon courage et bonjour à Reda, je sais qu'il est blessé.